السلام عليكم، معكم سائق مهني من مدينة الرباط. تنعطيو الرأي ديالنا في هذه المحطة النموذجية. مشكورين الناس المسؤولين بعدا على هذه المحطة هذه. عندنا حنا واحد بعض الإشكالات في هذه المحطة هذه بالنسبة للتنظيم ديالها. هي محطة معايير نقدروا نقولوا معايير دولية، يعني محطة في مستوى، ولكن من خلال التنظيم ديالها حاليا دابا اللي عشنا هذه يومين باش تفتحت المحطة، هادشي هذا لا يبشر بالخير. كيف يعقل ان محطة ديال القامرة نقل المسافرين ديال الصنف الثاني، يعني اللي مولا يقومون بهذا الدور هذا، فإذا به اليوم تنتفاجئوا بأنه تيتنافس معنا الصنف الأول. كيف يعقل محطة مديورة للصنف الأول للصنف الثاني، اليوم تلقاو فيها الصنف الأول بكثافة. ولينا اليوم في صراع بيننا وبينهم، ما فهمنا والو، حتى الآن ما فهمنا والو. ها المحطة منظمة بمعايير دولية وداك الشيء في المستوى، ولكن فإذا به راه لقينا مشكل عويص اليوم، لقينا مشكل مع الصنف الأول، تندبزوا على الزبائن، يعني ما بقاتش الهبة ديال المحطة والاحترام ديال المحطة. هذا هو الرأي ديالي بالنسبة للمحطة ديالي، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخ الكبراوي. المهم أختي، هذه المحطة هذه محطة نموذجية مزيانة، حنا فرحنا بهذه المحطة، ولكن المشكل اللي كاين هما الكرون تاكسي ديالنا، واحد الفوضى هنا، فوضى شنقول لك. المهم ما احترموش القانون، وكان واحد الطاير بيناتنا، هذاك الطاير ما احترمينوش هاد الناس. والمشكل ديال هذه المحطة باقي ما حطوا لنا لا بلايك لا والو، حيت باقي جديدة هذه المحطة، ونتمناو من الله الناس المسؤولة تحط لنا المحطة ديالنا القرار ديالنا باش الكرون تاكسي هما يحترمونا شوية، حيت راه كاينة الفوضى هنا بالنسبة للناس ديال الكرون تاكسي. شكرا. المشاكل ديال اللي لقيتو معاهم؟ المشاكل ديال هاد الناس كيخدموا لنا المدينة، التقدم ما خلوناش نخدموا جميع الاتجاهات ديال مدينة الرباط، ما خلوناش نخدموا. دابا حنا كنشوفوا، انت كتشوف اختي الطاكسيات واقفين، وشوف دوري عندهم هما، تشوف شنو واقع عندهم هما. هما دايرين كورتي قدام الباب تيعيط تيجر الناس اللي عندهم تما، وهاد الشيء راه ماشي خدمة. راه الطاكسي الصغير راه كياكل في العصر. ها هو الطاكسي الصغير دابا واقف هنايا ما خدام ما والو، انت كتشوف شحال من طاكسي واقف راه ما خدام ما والو. انا براسي نيت دابا لقيتيني غادي بحالي، حطيت الكليان وغادي بحالي، ونتمنى من الناس المسؤولين يدخلوا في هاد الموضوع هذا، يفعلوا لنا غير هذاك الدار 63 باش هاد الناس هادو يديروا الربط ما بين المدن. راه ما عندهمش حق في وسط المدينه، ولكن الله يهديهم يفعلوا لنا الظاهر باش هاد الناس يشدوا البلايص ديالهم، المحطات ديالهم فين كانوا تيخدموا، جات القامرة القديمة ولا شي حاجة، يديروا حل معاهم باش حنا ما نطيحوش معاهم في مشكل. دابا حنا راه ولينا تنطيحوا معاهم في مشاكل، راه غنوليو غندابزوا معاهم، وداك الشيء حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا المستوى. باش المواطن كيجي من شي مدينة ويلقى طاكسي كبيرة مع صغيرة كيدابز في وسط المحطة، لا، راه هذا هو علاش تنقلبوا على شي حاجة اللي تكون مقننة حنا، وتقننوا لهم حتى هما، تنقلبوا على التقنين ديال هذا القطاع هذا. وشكرا. المشكل اللي مطروح في هذه المحطه هو ان خصهم يفصلوا ما بين الصنف الاول والصنف الثاني من المحطات، وهو انا كنشاهدوا ان هذا الصنف الاول الطاكسي كبير استولى على مدينه الرباط، هو انه ولا كي جميع الاحياء، جميع الاماكن في مدينه الرباط كنلقاوه فيها، وكيخدم بحال الطاكسي صغيره، كيدير ديور الجامع، اكدال، حسان، خاصو يدير عداد ويصبغ الطاكسي بالزرق صافي، لانه بحال احتقر الطاكسي الصغير. وتنترجو من السلطات انها باش يلتزم بالخطوط ديالو ويحترم الطاكسي الصغير، حيت هو عنده لاغريمون، الربط ما بين لاغريمون كتكون الديبار ديالها مدينه الرباط ويخرج، ما يخدمش في مدينه الرباط، الديبار ديالو ديما من الرباط. الرباط مثلا رباط سخيرات، الرباط عين عتيق، الرباط سله، هو كيدخل وكيخدم معاك في وسط مدينه الرباط في المدار الحضاري، لانه هو كيتمنع من استيلو الجوانب داخل المدار الحضاري. هذا مشكل كبير كنطرحوه على السلطات، على ان شاء الله دير لنا شي حل معاهم وتقاد هذا النقل الحضاري في مدينه الرباط اللي كيمثلوا الطاكسي صغير. وتنتمنى جزيل الشكر. وانا هضر معايا. تفضل. السلام عليكم. سائق سياره اجره ابنين حسن من الصنف الثاني ديال مدينه الانوار. حاليا كنعيشوا واحد المشكل ديال هذه المحطه الطرقيه الجديده. اول حاجه كنلقاو المشكل ديال المعاناه ديال المسافر اللي كيجي لهنايا، ملي كيهبط
يعني حاليا حنا ما عندناش محطه يعني بحال لعبه عشوائيه. جاو لي كرون طاكسي حتى هما تساهموا معنا هنايا وكيتلقاو الكليان على اساس باش ياخذوا منا بالثمن ضئيل علينا حنايا. هما ما عندهمش الحق يدخلونا، عارفين بانهم الدائر الشريف 63 ما تسمحش لهم يخول لهم باش يدخلوا وسط المدينه، هما دخلوا وسط المحطه. حنا دايرين دوموند المحطه على اساس باش يعطونا داك القرار عام اللي يخرج، كنتسناو على ما يخرج. ما يمكنش لي غادي نوضوا يعني المشاجره معاهم على اساس المسافر اللي كيجي مسكين حتى هو كيعيش نفس التخبطات حتى هو ملي كيجي لنا تبدلات عليه المحطه بعد ما كانت قريبه للمستشفيات ديال السبيطار ديال الدراري الصغار او ديال الولاده او ديال سبيسياليز الراس او الكبير، ولات المسافه بعدت عليه بزاف. يعني حتى هو الله يحسن العون في هاد الظروف اللي كنعيشوا حاليا، يعني جاتو المحطه بعيده عليه، وحنا في نفس الوقت ما يمكنش لي غادي نجي انا من بعيد من بلاصه بعيده الا ما جابنيش كليان لهنايا، ما يمكنش لي غادي نجي لهنا غنجيب المحطه اللي الطرقيه القديمه حتى لهنا راه عندي واحد 15 درهم باش نجي انا غادي نهز واحد الكليان غايقول لي اديني غير السبيطار ماري فيه فيها 10 درهم ولا 11 درهم. يعني راه كنعيشوا كلا الطرفين بجوجنا كانت يعني كنعيشوا هذا المشكل هذا. وعاد زائد كتعرف في المشكل ديال المحروقات، ويعني كاين مشكل يعني صراحه الله كنعيشوا واحد التخبط بالنسبه لنا حنا كسائقين سيارة أجرة، وبالنسبه حتى المسافرين تنظن بعض المسافرين ما غاديروا السجوه مع ما تلقاو حتى هما يعيشوا نفس يعني نفس المشكل حتى هما، وكثر منا كاع هما بالاخص هو كيجي يقضي مصلحه حتى تيتفاجئ بان المحطه تبعدات ليه وبعدات ليه المسافه.